دموع الورد هو مسلسل درامي اجتماعي تركي مدبلج إلى اللغة العربية باللهجة السورية. عرض على قناة أبوظبي ابتداء من شهر رمضان 2008. شاهد كيف أصبح أبطال هذا المسلسل بعد مرور 15 سنة. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. كينان إيميرز أوغلو بدور عمار الكوسوفي بطل المسلسل وخطيب نرمين في البداية. ولد في 18 يونيو 1974، عمره اليوم 48 سنة. سيلين ديميراتار بدور نرمين خطيبة عمار وحبيبته التي لم ينساها. ولدت في 1983، عمرها اليوم 39 سنة. أوغوز جاليلي شخصية أيمن ابن صفا كراونجي أوغلو وزوج نرمين. ولد في 23 أكتوبر 1967. إبرو كوغاجا شخصية فرح وابنة صفا كراونجي أوغلو وأخت أيمن، وهي التي أحبت عمار. ولدت في 30 يونيو 1982، عمرها اليوم 38 سنة. أحمد يانلمز دور حسن صديق عمار وينتقم من عائلة كراونجي أوغلو. ولد في 20 ديسمبر 1966، عمره اليوم 56 سنة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.